الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 132 من مجالس سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. نعم، هذا الحديث واضح في دلالته على ما في هذا التبويب، وفيه أن من كان له مملوكة وأعتقها وجعل صداقها نفس العتق حصل على أجرين: الأجر الأول هو أجر العتق، والأجر الثاني هو أجر الزواج. والأصل أن المملوكة لا يتزوجها الحر، لا يتزوجها إلا إذا خشي على نفسه العنت، فتزويجها يعد عملا صالحا، وعتقها يعد عملا صالحا. فإذا جعل العتق نفسه المهر أو الصداق فإنه يكون قد يعني أشرك بين عملين، أو يعني جعل نوعا من التشريك بين عملين صالحين. هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وهذا أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر كان ممن أسر في السبي صفية بنت حيي، وكانت هذه ابنة يعني كبيرهم حيي بن أخطب، كانت ابن سيدهم، وكانت تحت ابن ملكهم ابن لأبي الحقيق فيما أذكر. وإذا بها يعني الأنسب أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت رأت رؤيا وهي تحت زوجها، كانت رأت رؤيا فأخبرت بها زوجها هو فلان بن سلام بن أبي الحقيق، فقالت له: إني رأيت أن القمر سقط في حجري، فلطمها حتى اخضرت عينها وقال: تمنينا زواج ملك العرب، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يعرفه كثير من جهلة المسلمين. فهذا الرجل عرف من خلال الرؤيا عرف من أرادت أن أو من تتمنى أن تتزوجه صفية. قال لها: تمنينا أن تتزوجي بملك العرب، ويقصد بملك العرب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الوقت يحكم إلا المدينة فقط، فما الذي جعله يقول ملك العرب؟ لأن عندهم في أخبارهم أن هذا النبي يملك العرب ويملك العجم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. التحريم بالرضاعة أنه يحرم به ما يحرم من النسب، بمعنى أنه الذي يرتضع من امرأة، هذه المرأة متزوجة وقد ولدت، فصار لها لبن من هذه الولادة. أبو ذلك الولد
الذي ولدته هو صاحب هذا اللبن، هو صاحب وهو الفحل. وهذا اللبن هي بالنسبة لمن يرتضعه الأم، فصار عندنا أب وأم. هذا الأب هو أب لمن يرتضع، إخوانه أعمام لمن يرتضع، وأبوه جده، وأخواته عماته، وهكذا. وهذه الأم هي أم لمن يرتضع منها، وإخوانها أخوال لمن ارتضع، وأخواتها خالات لمن ارتضع، وأمها وأبوها جدان لمن ارتضع، وهكذا تنطبق عليهم أحكام النسب. كل هذه الأحكام تنطبق عليهم، وهذه الأحكام تنشر الحرمة بينهم، تنشر الحرمة بينهم، ولكن لا تنشر شيء آخر وهو الرحم، لا تنشر كونه من الرحم، لا تجعله رحما، يعني ليس يعني عمه وخاله ليسوا أرحاما له وإن كانوا أقارب، بخلاف النسب فإنه هو الذي تنتشر به الرحمية. واضح؟ لكن أمه من الرضاع، لأنها الأم نفسها تعتبر، يعني التحريم فقط بالنسبة للرضاع التحريم شامل لكل شيء، وأما المحرمية فهي ضيقة، قد يدخل فيها الأم وتدخل فيها الأخت، لكن لا تنتشر مثل انتشار النسب، وإنما هو تشبيه بالنسب بالنسبة للتحريم، النسبة للتحريم. وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم بما إذا كان الرضاع في وقته وبمقداره. وقت الرضاع يبتدئ بمولده وينتهي بفطامه، والمقصود بفطامه أن يفطم دون السنتين أو أن يتجاوز السنتين وإن ارتضع. المقصود بالفطام أن يفطم عما دون السنتين أو أن يتجاوز السنتين القمريتين، وحينئذ يكون قد انت وين ارتضع بعد ذلك، يكون قد انفطم ولا يؤثر فيه الرضاع. هذا الأصل، وهناك نقاش فيما زاد على ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. وما يفيد من الرضاع، يؤثر من الرضاع، هو ما أنشز عظما وأنبت لحما، ويكون ذلك بأن يكون في 5 رضعات معلومات، بحيث يأخذ الثدي بنفسه حتى يشبع أو حتى يدعه بنفسه، يعني يأخذ الثدي مختارا حتى يدعه مختارا. واضح؟ هذه الرضعة، ثم بعد ذلك يحتاج الثدي فيأخذه مختارا ويدعه مختارا، هذه رضعة ثانية، حتى يجمع لذلك 5 رضعات. فإن كانت دون 5 رضعات فإن ذلك لا يحرم حتى يتم 5 رضعات. وهذه التي يسميها الشافعية الرضعات المشبعات، أي المرويات. الشافعية يشترطون رضعات مشبعات بعد حاجة، بعد جوعة وحاجة، 5 رضعات مشبعات بعد جوعة وحاجة، وإن لم يكن في النص ذكر المشبعات ولكن فيه المعلومات، أي أن الرضعة معلومة، يعني أنه يرتضع، يعني رضعة تامة. هذا وأما مجرد الامتصاص والإملاج فذلك لا يؤثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذاك؟ قالت: لست بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فيه لست بمخلية بك، يعني فيه نسخة مثلا بك عندك ولا شيء؟ لأن نسخة، نعم فيه نسخة، إذن لست بمخلية بك. نعم.
قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة، شك زهير بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا الحديث يدل على ما ذكر في قضية الرضاع. فأبو سلمة رضي الله عنه وهو زوج أم سلمة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كيف كان أخاه من الرضاعة؟ ليس أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعته، ولكن ثويبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضعت أبا سلمة وأرضعت حمزة. هؤلاء كانوا إخوة من أم واحدة، ليست أم واحد منهم، كلهم إخوة من الرضاعة، كلهم إخوة من الرضاعة. الآن بنت أبي سلمة ليست أخته من الرضاعة، ولكنه عمها من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لبنت أبي سلمة ماذا يأتيها أو ماذا تكون العلاقة بينه وبينها؟ ها؟ يكون عمها، درة أو ذرة بنت أبي سلمة تكون ابنة أخيه، يكون عمها من الرضاعة، وعمها من النسب، يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم. إذن العم من الرضاعة يحرم، كل ما حرم من النسب يحرم من الرضاعة. وهذا الحديث واضح. وفي هذا الحديث أن أم حبيبة رضي الله عنها مع أنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أم حبيبة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها إياه النجاشي، كانت ممن هاجر إلى الحبشة وكانت تحت عبد الله بن جحش، هلك وقد تنصر ومات بعد ذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فزوجه إياها النجاشي ودفع فيها مهرا كبيرا جدا ضخما، كان هو أضخم مهر لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان الذي دفع المهر من النجاشي. فلما يعني جاءت وقد جاءت هي ومن جاء من الحبشة وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم بعد ذلك رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج، ونمي إلى يعني إلى الخبر إلى أسماعها أنه يتزوج، أنه يخطب درة بنت أبي سلمة. فقالت ماذا أفعل يعني؟ إذن أنا أبحث له عمن أرتضيها لنفسي وأحبها. فقالت أزوجك أختي. فتصوروا، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين ذاك؟ قالت لست لك بمخلية أو لست مخلية بك، يعني أنا لست منفردة بالزنت، أنا معي ضرات أخريات، لست مخلية بك يعني لست منفردة بالزواج منك، معي غيري. فليس المقصود أنها يعني أنها مستغنية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي تريد أن تزوجه من تحب أن يكون عندها، يعني خير لها من أن يكون يعني إحدى النساء لا تعرفها أو لا تحب أن تكون لها ضرة. فالحديث واضح في يعني الإفادة المطلوب على وجه التمثيل بصورة من صور الرضاع الذي يحرم كما يحرم النسب، نعم، أو كما يحرم النسب. قال رحمه الله تعالى: باب في لبن الفحل. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل،
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك. نعم، وهذا الحديث أفاد فائدتين. الفائدة الأولى في أن اللبن للفحل، يعني أن الأب من الرضاع هو الأصل، وبالتالي فقرابات الأب ثابتون في قضية المحرمي التحريم في الرضاع. وفيه أيضا إفادة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن هذا أيضا عمها من الرضاع. وهذه الصورة تماما تقابل الصورة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم ودر بنت أبي سلمة، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه يتزوج ابنة أخيه من الرضاع، هنا يحرم على عائشة الزواج من عمها من الرضاع. وهذا وسفيان هذا يا أحمد الذي يروي عن محمد بن كثير العبدي، ها الثوري، محمد بن كثير العبدي لا يروي عن سفيان بن عيينة، يروي عن سفيان الثوري، احفظ هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في رضاعة الكبير. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة، المعنى واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه وتغير وجهه، ثم اتفقا. قالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: أنشز العظم. هذا الباب في رضاع الكبير، يعني ما هو الحكم في رضاع الكبير؟ هل رضاع الكبير يحرم أم لا يحرم؟ قلنا إن الأصل أنه يشترط في صحة التحريم بالرضاع أن يكون مؤثرا في من ارتضع، ولا يكون كذلك إلا أن يكون عدد الرضعات خمسا، وأن تكون كل رضعة منها مشبعة أو مروية أو معلومة، بحيث يعني يبتدئ باختياره وينتهي باختياره، ولا يكون محرما فيما بعد ذلك، ما بعد هذا نعم، ويكون ذلك ضمن الرضاع، يعني ضمن مدة رضاع الطفل. ومدة رضاعه إما أن يكون انفطم في أثناء العامين، فإذا انفطم في أثناء العامين يعني صار يختار الطعام على اللبن فإن الرضاع لا يؤثر، أو أنه استمر في الرضاع إلا ما زاد عن العامين، فعند انتهاء العامين ينتهي حكم التحريم بالرضاع، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أكثر من عامين نكون بعد التمام، لا يكون رضاعا، وحتى في الطب لا يكون هذا الرضاع، يعني لا ينتفع منه الطفل بعد هذا، يعني بعد السنة الأولى الطفل يبدأ بالتراجع في الاستفادة من اللبن، وبعد العامين الغالب أنه لا يستفيد منه شيئا، وإن استفاد يكون كشيء من الطعام الذي يقدم إليه، وما زاد على ذلك فإن ذلك يكون زيادة في الإدلال على الأبوين، وهذا ليس من الجيد، بل قد يكون يعني قد يؤدي إلى إفساد الطفل في البداية. الآن ما زاد على ذلك الأصل أنه لا يحرم، الأصل أنه لا يحرم. ومما يدل على هذا الأصل حديث: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة،
كما في الحديث السابق اللي هو فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني عند الجوعة. وهذا الحديث إذا أضفناه إلى حديث الخمس المعلومات دلنا على أن العلم أو المعلومات هن بمعنى المشبعات. ليس هناك حديث خمس مشبعات، ما فيه شيء يعني في الحديث خمس مشبعات، لكن هذا الحديث إنما الرضاعة من المجاعة يدل على أنه إنما يكون عندما يجوع. فإذا أخذ الثدي ولم يتناول منه شيئا وإنما ولم يشبع، ما فائدة هذه الرضاعة؟ ولذلك كانت كلمة معلومات أي ما تعلمه المرأة من نفسها أنه ارتضع وانتهى، وليس فقط وضع الثدي في فمه ولم يرتضع شيئا، فهذا لا يعد رضاعا محرما. رضاعة في ضمن السنتين أو مدة رضاعه فيما دون السنتين، أن تكون خمس رضعات تامات معلومات أي مرويات مشبعات، في كما يعني صرح بذلك الشافعي رحمه الله تعالى وجميع الأئمة، وأن أن يكون في أن يكون ذلك يعني معلوما لدى المرأة التي أرضعت، يكفي يعني تعلمها مرأة واحدة بحيث أنه يحرم الرضاع. لكن قضية هل تحتاج إلى شهود ولما تحتاج هذه قضية ثانية، ما أدري إذا كان إذا ما ذكر إن شاء الله تعالى نتكلم عليه أو يذكرنا بعض إخواننا بالكلام عليه. في عندنا في الحديث الأخير الذي له طريقان، وهو حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود فيه أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى، هذا موسى الهلالي عن أبيه، وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى، يعني في الإسناد مجهولان على نسق، مجهولان على نسق، وهذا يشتد معه الضعف. عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، يعني بين أبيه لأبي موسى الهلالي هذا وابن مسعود ابن لعبد الله بن مسعود. من هو هذا الابن؟ أيضا غير مذكور في الحديث، فهو مبهم. فاجتمع عندنا ثلاثة علل أو ثلاث علل، العلة الأولى أبو موسى الهلالي، والعلة الثانية أبوه، والعلة الثانية الثالثة ابن لعبد الله بن مسعود. وعلى كل حال لو كانت إحدى هذه العلل غير مؤثرة فالعلتان الأخريان مؤثرتان. الإسناد ضعيف والحديث ضعيف. والثاني وهو أيضا سليمان مغير عن أبي موسى الهلالي، طبعا هذا الثاني من طريق محمد بن سليمان الأنباري وليس من طريق عبد السلام المطهري، يعني المقصود عندنا متابعة، لكن هذه المتابعة بينها وبين السابق فرق، وهو أن أبا موسى الهلالي يروي عن أبيه عن ابن مسعود، يعني أنه قد انقطع الإسناد هنا وليس عن ابن لعبد الله بن مسعود. تفضل. في عندك وعن ابن مسعود؟ قال في الحاشية عن أبيه وعن ابن مسعود، قال فوق أبيه في إحدى النسخ ضبة والواو بعدها من صاد فقط. الضبة يعني تضبيب، يعني أنه يصحح أن هذه موجودة في نسخة، وهذه النسخة تزيد الطين بلة، لأن معنى ذلك أنه سقط من إسناد اثنان، يعني أبوه وعبد الله بن مسعود شيك عن أبيه وعن ابن مسعود شيك. نعم. إذا كان عن أبيه وعن ابن مسعود يصبح أبو موسى الهلالي يروي مع إسقاط راويين عن ابن مسعود، مع أن بينه وبين ابن مسعود راويان، أبوه وابن ابن مسعود. وضح الأمر؟ الظاهر أن الواو يعني الذي يغلب أنها مرجوحة وليست راجحة، ومع وجود ومع عدم وجود الواو التي تسقط راويا آخر، مع عدم وجودها أيضا يكون هناك راوي ساقط وهو ابن عبد الله بن مسعود. على كل حال يعني الرواية المتابعة الثانية لم تزد الإسناد إلا وهنا، هذه صورة من صور
المتابعات التي تزيد الإسناد وهنا وتفيد أن الراوي لم يحفظ وأنه اضطرب في الرواية وغير ذلك من الأمور. وشيخنا رحمة الله عليه يؤيد أن الصحيح وقف الحديث على ابن مسعود، وأنه من كلام عبد الله بن مسعود، وأنه القائل لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى لا تسألون وهذا الحبر فيكم. فقال أبو موسى، من أبو موسى؟ هل هو أبو موسى الهلالي الأشعري؟ أبو موسى الأشعري ليس له ذكر في الحديث، ولذلك هذه الكلمة موهمة، وله وهو بلا شك يعني أبو موسى الأشعري ليس الهلالي، أن أبو موسى الأشعري الهلالي هذا ما أدرك ابن مسعود، بينه وبين ابن مسعود يعني هو في طبقة بعد ابن مسعود، بعد طبقتين يأتي طبقة ثالثة، واضح؟ فالمقصود قال أبو موسى، فقال أبو موسى فيه اختصار، والتقدير هذا الاختصار أنه سئل أبو موسى الأشعري فعن الرضاع فأجاب فيه، فذهب وسأل ابن مسعود فقال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، أو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فرجع وقالوا لأبي موسى ذلك، فقال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. هذا هو تقدير الحديث. نعم تفضل. يقول في بعض نسخ الكتاب بعد قوله من المجاعة وجدت هذه العبارة، قال أبو داود إذن في بعض نسخ الكتاب بعد كلمة من المجاعة، يعني في الحديث السابق حديث أبي القعيس، الحديث الذي فيه ذكر أبي القعيس فيه زيادة في بعض النسخ، وهي قال أبو داود روى أهل المدينة في هذا اختلافا، روى أهل المدينة في هذا اختلافا، بعد كلمة من المجاعة في بعض النسخ هذه الرواية أنه روي في هذا زيادة، لكن هذا معتمد، هذه الرواية معتمدة ولا إشكال فيها، والإسناد فيها قوي وصحيح. نعم صلى الله عليكم. قوله فإنما الرضاعة من المجاعة ليست في حديث ابن أبي القعيس، في حديث الذي بعده. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة ليس في حديث القعيس الذي قبله، وإنما هو في حديث عائشة الذي بعده، أنه دخل عليها رجل فشق عليه ذلك، هذا واحد آخر له أخوها، وذاك عمها، أبو القعيس عمها، وهذا أخو أحسن، وهذا أخوها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف هذا الأخ من إخوة عائشة في الرضاع، ما كان عرفه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه وغضب، فقالت إنما هو أخي من الرضاعة، فقال يعني انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر غضبه بمجرد أن يحصل الشيء الذي يغضب، وإن كان لم يعلم حقيقة الأمر، يعني يغضب وإن كان قد يكون الشيء لا يغضب إذا كان ظاهره الغضب، وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من حرم به. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في باب واحد ويراني فضلا في باب
في بيت في بيت نعم في بيت واحد نعم في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها بناتي وبناتي ضبطها بهذا وهذا طيب. تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. نعم، هذا الحديث هذا الباب باب من حرم به، يعني من حرم برضاعة الكبير. وهذا الباب فيه الكلام عن هل رضاع الكبير يحرم أم لا يحرم، أم فيه تفصيل. فمن الناس من يقول، وهذا قول الجمهور، أن رضاع الكبير لا يحرم، وأنه مهما ارتضع فإن ذلك لا يؤدي إلى التحريم. هذا قول الجمهور. القول الثاني وهو أنه يحرم، وهو الذي يظهر من فعل عائشة رضي الله عنها، وهو قول بعض أهل العلم. والثالث وهو أنه لا يحرم إلا إن اشتدت الحاجة إليه، وهذا الذي يعني عند التحقيق في الظاهر والله تعالى أعلم هو قول عائشة، وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو قد يكون التحقيق في هذه المسألة. ولكن في مثل هذه المسائل هذا ليس حكما عاما، هذا من الأحكام التي تصدر به فتوى خاصة. الأحكام التي هي مخالفة، وهي المخالفة للأصل العام والتي تندرج تحت أصل منفصل مستثنى، هذه لا يمكن الحكم بها من شاء من الناس أن يفعله، وإنما يحتاج المسلم معها أن يسأل وأن يستفتي أهل العلم هل حصلت هذه الحاجة أم لا. وحينئذ فيحتاج أن يكون في الزمان من يقول بهذا القول، ويكون متأهلا للجواب أنه هل هذه الحاجة هي حاجة تستحق أن يرتضع الكبير من المرأة أم لا. والسر في تحقيق هؤلاء المحققين، وعليه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، السر في هذا التحقيق أن الأصل في أحكام الإسلام الإطراد، وليس الخصوص في حالة معينة، لأن هذه الحالة إذا أمكن أن تتكرر بنفس الصورة فما الفرق بينها وبين غيرها؟ وهذا عام في أحكام الإسلام، أن الأصل في أحكام الإسلام الاضطراد، إلا إذا دل الدليل الخاص على كون هذه الحالة مستثنى، وأن ذلك أنها واقعة عين لا عموم لها، لابد من دليل على ذلك، ولا دليل. ولكن الدليل قاطع أو دال، عفوكم، دال على تحريم الكبير، وهذا الحدث وهذا النص دال على إباحته في الكبير، فعندنا نصان ليس متناقضين، ولكن قد يظهر بينهما تعارض من وجه أو تعارض وجهي، فتلك فيها أن الكبير لا يحرم رضاعه ويحرم ما دون ذلك، وهذه فيها أن هذا المعين حرم فيه الرضاع، فكيف يعمل بمثل هذه الأحاديث؟ لذلك بقية أزواج النبي، لأنهن يعلمن أنه قد يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرضاع إنما يؤثر إذا كان في المجاعة، وأن الرضاع إنما يؤثر في أثناء الرضاع. فلما علمنا ذلك
ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام أفتى في حال سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى الأنصارية، يقال له سالم مولى أبي حذيفة باعتبار أنه كان متبنى له، إلا هو ليس مولاه، هو مولى امرأة من الأنصار. أن سالما هذا لما ارتضع كنا يقولنا لعله كان حكما خاصا بسالم، ولذلك نحن لا نجرؤ على أن نفعل ذلك. وأما عائشة رضي الله عنها فعملت بظاهر النص ولم تتأنى في الموضوع. لماذا؟ لأنها تقول أنا طالما عندي نص الأصل أن أعمل به. ولكن هل كانت تدخل عليها كل من شاء، أم أنها كانت تطلب الشخص المعين أن يرتضع وأن يدخل عليها بتلك الرضاع مثل ما فعلت سالم بن عبد الله بن عمر؟ الثاني. وهذا التحقيق عن عائشة رضي الله عنها، وأنها ما كانت تجيز الرضاع مطلقا ولا تحرمه مطلقا، وإنما كان عندها تحقيق أنها إن احتاجت لرجل يدخل عليها طلبت إلى، طيب لماذا لا ترضعه هي؟ لأنها ما أنجبت، وإنما تطلب ممن أنجبت من بنات أخواتها ومن أخوات، أو يعني ممن بعض من يعني من هي تحرم بإرضاعها أن يرضعن من شاءت أن يدخل عليها. ليس المقصود من شاءت يعني كل ما أحبت واحد، لا، وإنما المقصود أنها احتاجت إلى بعض الناس أن يدخلوا عليها فتدخلهم بشكل مشروع. وما فعلته أزواج النبي، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبعد عن الشبهة لأنهن لا يدرين إذا كان الحكم خاصا أم عاما. وما فعلته عائشة رضي الله عنها كان هو التحقيق، كان هو التحقيق، لأنها كانت أعلم منهن كلهن مجتمعات رضي الله عنها. لكن حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في المسألة، ولذلك لا يعاب على من قال برضاع الكبير بشرط أن يقول بأن رضاع الكبير فيه يعني شروط، وما كل واحد يقول أنا أريد أن أرضع ويرضع. وهناك حملة كبيرة جدا يعني من العلمانيين وبعض الملحدين والأكثر من جهة الخبثاء الروافض على الإسلام بأنه قد جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام، ولا شك أنه ليس رسولا للمجوس، هو رسول للإسلام، فلا شك أنهم سيقدحون بمثل هذا، وأنه جاء في الصحيح هذا الأمر فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أمر بإرضاع الكبير من أجل أن يحصل ذلك. وصاروا يتكلمون في هذا هم وإخوانهم من الملحدين وبعض العلمانيين الذين يعني دائما ينتقدون الإسلام بغير وجه حق. وصار بعضهم يقول إذن إذا كان الرجل مثلا في شركة وهو يعني مثلا كان سكرتيرا وكان معه سكرتارة أخرى، فحتى يعني لا يحصل اختلاط يأتيها ويرضع من ثديها وايش ويحرم عليها بذلك وهكذا. وصار الأمر فيه نوع من التهكم على الإسلام، وهذا في حد ذاته كفر، وهو يحصل كفر بمجرد القصد ذلك. فكيف إذا فعله وتهكم على الإسلام وتكلم على الإسلام ثم جعل ذلك يعني أمرا يعني عبارة عن سخرية وتنتشر بذلك؟ ومع الأسف الشديد بعض وسائل الإعلام التي تعتبر نفسها مسلمة تنشر ذلك بدل أن تقاطع هذا النوع من الناس تنشر ذلك. فالأصل أن ينتبه إلى مثل هذا، وديننا والله الحمد والمنة فيه الحفاظ على الأنساب وفيه الحفاظ على الأعراض وكل هذا، هذا لا نحتاج معه إلى، وذلك الحالات الخاصة لا يكون فيها إشكال ولا يكون فيها خوف. يعني مثلا هل هؤلاء سيتكلمون على الطبيب الذي تضطر المرأة أن تلد عنده؟ هل سيتكلمون عليه كيف يمكن أن يأتي هذا الطبيب وأن يعني أن يولد المرأة المسلمة مع أنه سيطلع على يعني أفحش من الثدي؟ ثانيا يمكن الرضاع أن يكون في يعني خارج العورة، يعني بحيث أنه يوضع اللبن لبن المرأة في كأس بحيث يرتوي من كل رضعة، ما المانع من ذلك؟
فقضية أنهم يعني يشبهون القضية بقضية أن هذا يأتي المرأة ويأخذ صدرها هذا كله نوع من التشويه والتلاعب، وبالإضافة إلى التهكم بالإسلام فيه يعني فيه تهويش على الإسلام، بحيث أنه يعني كل إنسان يخاف أن ينتسب إلى أهل السنة. لكننا لو أردنا أن نذكر ما عند القوم في مسائل المتعة، وأننا لا نعرف أنساب القوم، يعني كل واحد منهم مثلا لا يعرف من والده، لأن من المتعة يكون البنت بكرا وكذا، ثم لا ندري كم واحد تمتع بها وتنجب بعد ذلك، وإذا لم يعرف أبوه قالوا هذا مثلا سيد أو من أهل البيت أو كذا، لا ندري ولا نعرف من منهم يعرف أبوه أو لا يعرف، ولا نعرف حتى من ينتسب إلى أبيه، هل هو أبوه أم أبو واحد آخر، لا ندري. وما يتكلمون فيه من المباحات والتحريمات وكذا، لو أننا أردنا أن نهزأ به لهزئنا بذلك، لأنه ليس من دين الله. وضحت القضية؟ أما السخرية بشيء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كفر، هذا كفر لا شك فيه. وحتى من غير هؤلاء، لو واحد من أهل السنة سخر من ذلك مع علمه أن الرسول قاله، فهو يكفر ولا كرامة، يكفر، يخرج ملة الإسلام ولا كرامة، يرتد، وتكون عقوبته القتل، حتى يعني يطبق عليه حكم الله، ويكون نكالا لغيره ممن يتكلم عن الإسلام ويعني يفضع في ذلك. فهذا الحديث واضح وسهل. لما كان الحديث أصله في الصحيحين، لكن في صحيح البخاري فيه فقط أنه كانت سهلة، كان عندها هذا سالم مولى الأنصارية، كانت تبنته هي وزوجها أبو حذيفة، كما تبنى النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، وصار يقال فيه فلان سالم ابن أبي حذيفة وهذا زيد ابن محمد. فلما نزلت الآيات ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وما الآيات وحرم تبني ولا ينتشر ولا تنتشر الحرمة بالتبني، صار كل واحد ممن تبنى يعني خرج من تبنيه وأعاد من تبناه إلى اسم أبيه، ومن لم يكن كذلك فهو أخ المسلمين. الشاهد من كلام أن سالما هذا كان ما زال يدخل عليها، وهي امرأة فضلة، وهي امرأة تلبس لباس المهنة أو لباس البيت أو لباس المهنة أو لباس الذي تجلس فيه في البيت، وهذا اللباس فيدخل لأنه اعتاد على ذلك، فصار الأمر محرجا، وليس هناك ما يعني حكم شرعي، ما نزل حكم شرعي أنه ماذا يحصل بعد ذلك بعد هذا الأمر. فكان الحكم الشرعي أنه يحرم عليه أن يدخل عليهم، وكل من تبنى انقطعت الصلة بينه وبين من تبنى، فإن كان عبدا له أو مولا فإنه يبقى على ما كان عليه قبل ذلك، وإن كان ليس مولا له وإن مولا لغيره فهو مولا لمن كان مولا له، ماذا يفعل؟ الحرج شديد. فجاءت سهلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن سالما رجل. المهم أنه قال لها إيش؟ أرضعيه. في بعض الروايات الصحيحة قالت إنه رجل كبير، إنه رجل كبير، فقال إني أعلم أنه كبير، إني أعلم أنه كبير. فثبت بذلك أن سالما ارتضع، يعني أنه أخذ منها 5 رضعات مشبعات أو مرويات، وصار بذلك ابنا لها من الرضاع وابنا لأبي حذيفة وهكذا. إذن هذه 3 أقوال، القول الأول تحريم مطلقا وهذا الأصل، القول الثاني الإباحة وهذا قول استثنائي ضعيف، القول الثالث الإباحة بخصوص من تشتد الحاجة إلى دخوله وخروجه، وهذا القول يحتاج في كل واقعة إلى فتيا. وكلمة تحتاج إلى فتيا معناها أننا نحتاج في ذلك الزمان إلى من يفتي بإباحة الرضاع الكبير، ويعلم الفرق بين يعني متأهل للفرق بين من تحتاج ومن لا تحتاج، فإن وجدت الفتية انتشر بذلك التحريم. أرجو أن يكون ذلك واضحا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يحرم ما دون 5 رضعات؟
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هذا الحديث فيه عدد الرضعات التي تحرم. في أول الأمر كان الشرع قد نزل في كتاب الله في القرآن المتلو 10 رضعات يحرم، ثم نزل ما ينسخه وهي 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن وهن مما يتلى من القرآن المتم إن شاء الله بعد الأذان. شو حديث 60 و2000 حديث رقم 2060 في نهاية الجسد العظم في نسخة أنشرة العظم أيضا حديث سالم أنشرة كان أنشرة نسختين 60 و2000 أنشزة ونسخة أنشرة نعم. وأيضا شيخ في حديث سالم يرضع في المهد في نسخة يرضعين لا يضر إن شاء الله. الحمد لله. إذن كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس مشبعات خمس معلومات يحرم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هذا النسخ أولا النسخ القرآني قد يكون نسخا للتلاوة دون الحكم، ويفضل أن نقول التلاوة بدل أن نقول نسخ اللفظ، لأن اللفظ القرآني هو من كلام الله فيبقى كلاما لله، لا يزول كونه كلاما لله، وإنما الذي يزول أن يتلى في كتاب الله وأن يكتب في المصحف، هذا نسخ التلاوة. فكانت نسخت تلاوة 10 رضعات يحرم، فنسخ لفظها عفوا نسخ حكمها ونسخت تلاوتها، فهذا جمع بين نسخ التلاوة
ونسخ الحكم. نسخنا بماذا؟ خمس معلومات يحرم هذا النسخ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يقرأ من القرآن. إذن هذا النسخ كان نسخا قرآنيا، وكان يتلى، كان النبي عليه الصلاة والسلام قرأه عليهم وتلاه، وكان الناس يتلونه يقرؤونه. في العرضة الأخيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ هذا، فنسخ هذا تلاوة أيضا، ولكن لم ينسخ حكما. إذن من النسخ ما يكون نسخا للتلاوة والحكم معا، مثل عشر يحرم، وقد ينسخ الحكم دون التلاوة، وقد تنسخ التلاوة دون الحكم. مثال نسخ التلاوة دون الحكم: خمس معلومات يحرم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نسخت تلاوتها ولم ينسخ الحكم، ثبت الحكم. وأما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أنها تعتد سنة كاملة، وهذه نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا نسخ، وأن ذلك على الجواز، ويعني يجوز المرأة، يعني أنه أبيح للمرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام أو ما يزيد على ذلك إلى السنة فقط، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحد فوق ثلاث إلا لامرأة عن زوج أن تحد أربعة أشهر وعشرة، فيدل الحديث أنه لا يجوز زيادة على هذا. على كل أحوال، فهذه الآية إن كانت منسوخة فهي منسوخة الحكم دون التلاوة. فصار عندنا ثلاث أنواع: حكم وتلاوة، تلاوة وحدها، وحكم دون التلاوة، يعني يتلى ولكن لا يعمل به، لأنه إيش؟ قد نسخ حكمه. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل عليه من القرآن يحرم إذا أخذ المرتضع خمس رضعات المعلومات، وحمل المعلومات بعض أهل العلم على ماذا؟ على المشبعات. كيف تكون مشبعات؟ يعني مرويات، يعني مرويات. طيب كيف توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؟ يعني بعض الناس كان في الأمصار، وكان في ربما في اليمن، وبعضهم كان في أماكن أخرى، كانت آخر عرضة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته يعني قرابة السبعة أشهر، وهذه لا تكفي يعني أن نصلهم الحكم، أو ثمانة أشهر ما يعني ما وصلهم الحكم، أو ما وصلتهم القراءة للقرآن الكريم الجديدة يعني، فيعني ما وصلهم، ما بلغهم ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. هذا الحديث كما ترون الباب فيه هل يحرم ما دون خمس رضعات، فذكر دليل القومين أو دليل الفريقين، وهذا يعني هذه غالب عادة أبي داود لأن كتابه في الفقه ويذكر أدلة الجميع. الآن من الناس من يقول: بل إنه لو ارتضع ثلاث رضعات مشبعات فإنه تحرم، وهذا قول جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال لا تحرم إلا الخمس، وهذا هو الراجح. وعلى أي شيء يحمل لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة والمصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وهكذا يحمل على: أولا، إذا أردنا أن نمشيه على ظاهره، فالمقصود أن الإملاجة والإملاجتين حتى وما زاد على ذلك لا يحرم إلا إذا كان عن إشباع، فإذا لم يدخل الجوف لا يحرم، إذا حمل على ذلك لم يعارض الحديث السابق. الطريقة الثانية للجمع بين الحديثين:
أن يقال هذا الحديث نفى هذا ولم ينفي ما فوقه ولم يثبته إلا بدليل مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة عند الأصوليين عند التحقيق لا عموم له. مفهوم المخالفة عند الأصوليين على التحقيق لا عموم له، فيمكن أن يكون المصة والمصتان وتزيد وتقول ولا الثلاثة ولا الأربع حتى يصل الخمس. ليش؟ لأن مفهوم مخالفة لا عموم له، وحينئذ فلا يعارض حديث خمس رضعات مشبعات يحرمن، لا يعارض هذا الحديث. وإن قال قائل أيضا هذا إنما حرم بالخمس عن طريق المفهوم، لأن مفهومه أن ما دون الخمس لا يحرم لكنه لا عموم له، فيقال هذا صحيح بشرط أن لا يكون قد نسخ آية أخرى فيها أن عشر رضعات مشبعات يحرم. ولو كان هذا المفهوم موجودا لما احتجنا إلى خمس رضعات مشبعات. لماذا؟ لأن أيضا كلمة عشر رضعات مشبعات يحرم مفهومه أن لا يحرم ما دونها، جميل، ولو لم نعلم نعمل بمفهومه لأمكن أن تكون الخمس يحرم، واضح؟ وما كان ذلك نسخا، يعني لما كانت خمس رضعات مشبعات تحرم نسخا، واضح؟ فلما كانت نسخا دلت على أن الحكم محكم في مفهومه ومنطوقه، فقوي الاستدلال بذكر الآية. هذا الذي يغلب على الظن، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرضخ بعد الفصال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة أو مذمة الرضاع؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة. قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه. يعني النفيلي حدد لنا من هو حجاج هذا. هذا الباب الرضخ عند الفصال، بمعنى أنه انفصال، يعني أنه أرضع إرضاعا تاما. فمن أرضع إرضاعا تاما وكبر صار لأمه من الرضاع عليه حقا وقد أدت إليه معروفا بذلك، فبأي شيء يخلص من المذمة أو من المذمة، يعني من هذا المعروف يؤدي حقه ويخرج من ذلك. فقال: عبد، غرة، عبد أو أمة، مش هيك؟ نعم. نعم، الغرة، العبد أو الأمة، يعني أنه يقدم لمن أرضعته أو لمن أرضعوه غرة، ذكرا أو أنثى، عبد أو أمة، يعني مملوك أو مملوكة، يعطيهم إياه، ويكون بذلك قد إيش تخلص من مذمة أو مذمة المذمة أو مذمة الرضاع. لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، فيه حجاج بن حجاج الأسلمي، قال عنده الحافظ رحمه الله تعالى مقبول، لكن المحقق قال إسناده محتمل للتحسين، حجاج بن حجاج وابن مالك الأسلمي لم يروي عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في التاريخ، وأبو حاتم يذكر جرحا وتعديلا، ووثقه العجري، وذكر ابن حبان، وهذا يعني أنه يرتقي. ولكن الصحيح أن العجري لم يوثق هذا، وإنما وثق رجلا آخر، والذي جرى عليه المحققون كما ذكر شيخنا العلامة الألباني التفريق بين هذا وبين الحجاج الآخر، أحدهما يروي عنه شعبة أيضا، فالتفريق بين هذا وهذا هو الذي عليه العمل، والذي وثقه العجلي وقال فيه العجلي: الحجاج بن حجاج مدني تابعي ثقة. إذن هو واحد آخر،
فينبغي أن لا يعتمد على توثيق العجلي بذلك. ومع ذلك فالعجلي معروف بتساهله في التوثيق، لكن باب التحديد والتعيين فالإسناد ضعيف والحديث لا يصح، وليس هناك ما يسمى بذمة الرضاع ولا الفدية مكان الرضاع. والنفيلي ممن حدد هذا الراوي وهو الحجاج بن حجاج الأسلمي، وهو ابن الصحابي الجليل رضي الله عنه، وعليه نقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.